شكرا ليك يا متلق على اتصالك الجميل. بما اننا بقى زي ما قلت لك يا شيخ على القناه العامه، خلينا نتكلم عن شفيع بقى. قول لنا يعني كواليس شفيع ازاي بتصوره، ازاي بتاخد، يعني انا عارف ما شاء الله لا قوه الا بالله انت بتتعب جدا عشان توصل لحد ينفع يطلع يصور في قناه المجد، لان في اماكن الناس ما تنفعش، يعني ممكن ما يكونش حافظ كويس، ما يكونش معاه اجازه، ما يكونش يعني ما يكونش لكن انت بمجهودك طبعا وتعبك وسعيك بتجيب ناس يعني ونعم يعني زي ما بيقولوا. يعني لو اردنا ان نتحدث عن نتكلم عن شفيع، يعني اولا يعني القاسم المشترك في كل البرامج اللي انا اشتغلتها توفيق الله عز وجل. يعني فعلا احنا بنتعرض لكم توفيق غير طبيعي من الله عز وجل. الله عز وجل يسوق لنا الابطال وكل برزقي زي ما بقول، يعني هي ارزاق الله عز وجل برضو كما يسوق لي رزقي يسوق للشيخ رزقه يعني. ولكن سبحان الله يعني طبعا الواحد بيشترط في الـ في الـ في الـ في الـ في الضيف ان يكون مجيد، ويعني ولو مجاز بيبقى طبعا عظيم. وفي رمضان احنا طبعا كنا حاطين شرط اساسي الصوت الجميل. والجميل ان الله اكبر، يعني احنا عندنا في جمهوريه مصر العربيه كميه شباب اصواتهم جميله لا حصر لها. صحيح. ولما تروح لواحد تلاقيه محاط بشبكه من الشباب اللي هو زيه نفس المستوى ونفس الجمال الصوت، فيقول لك انا عندي الشيخ الفلاني ممكن تاخده، فاقول له طب خلاص ارسل لي يعني مقطع صوتي اسمعه، فالاقي حاجه جميله جدا. فتلاقيك انت طالع من واحد داخل على واحد من خلال شبكه كده، هم ما شاء الله مرتبطين ببعض. بس الجميل بقى اني لما تيجي تعيش مع الحوار بتاعه تجد ان كل واحد قصه. القران اصطفاء. صحيح. يعني فعلا يعني الله يصطفي من الملائكه ايه رسلا ومن الناس، فاصطفاء الناس دي فعلا سبحان الله. يعني تجد عند كل واحد من المشايخ اللي احنا التقينا بيهم قصه مختلفه عن الاخر. يعني دايما يقول لك الشيخ كان طفل وحفظ القران وهو عنده كذا، لكن في يعني حلقات كنا نلتقي بمشايخ بدا القران على كبر، يعني بدا القران على كبر، يعني ما حفظش القران وهو صغير، لا. يعني التقيت بشيخ من المشايخ وده كان جاي يزور، يعني جاي يقعد يتفرج على شيخ احنا بنصوره، واعتذر واحد من اللي المفروض هنصوره. يا سلام. فبكلم مع اصدقائي يعني وكده، فبقول لهم ده ازاي؟ قال ده عنده ظرف ومش عارف ايه، ما تاخد الشيخ ده. فقلت يا سبحانك. فالمهم فخدته على جنب كده في وقت البريك احنا فاضيين يعني، فبتكلم معاه لقيت ده انسان قصه موضوع، ده حد غير طبيعي، ده لغايه الكليه ما يعرفش حاجه عن القران ما شاء الله. سبحانك يا رب. فطب ايه اللي حصل؟ فيقول لي انا قذف القران في قلبي. الله. فجاه سبحان الله. وطب حفظت القران امتى؟ قال لي سنه المعدل الحفظ. فكنت اقول ايه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم ده كبر. فقلت له انت بوظت لي ايوه ده كانت حاجه من مسلمات. لا ما فيش الكلام ده خالص. انا صورت مع دكتور وهو لغايه اولى كليه ما كانش يحفظ الا قصار الصور. الان اصبح ملء السمع والبصر في القران الكريم ما شاء الله، وله 53 كتاب في علوم القران. الله. أستاذ لغة عربية في جامعة القاهرة وأستاذ مش عارف فين، ومحاضر دولي على مستوى العالم الإسلامي في علوم القرآن، وعنده مشروع كبير جدا خاص بالمصحف، عنده مش عارف إيه. قلت يا ربي من أين يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ كنت بصور مع طفل، فالولد برضو ما كانش البداية بتاعته الطبيعية بتاعتنا. فبقول له امال انت ايه اللي خلاك حفظت القران؟ قال لي انا ليا صديق بحبه، فكنت رايح جاي معاه، فكنت بقول اشمعنى انا ما بقاش زي صديقي ده واكون حافظ للقران الكريم. يا سلام. الصحبه بقى. فقلت له سبحان الله الصاحب ساحب طبعا. فالبيئه والصحبه وتوفيق الله عز وجل واصطفاء الله عز وجل بيخلق انسان بيتحول 180 درجه من الاقصى الى الاقصى زي ما بقول.
فشفت بقى حاجات يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من صاحب الكنز وجل. آمين يا رب العالمين ومن أهل القرآن يا رب. هم دولت اللي وصلونا لأهل القرآن. طيب ناخد أنفال. السلام عليكم يا أنفال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير صحة العافية. أكيد شفتي حاجة من شفيع أو صاحب الكنز. إيه أكيد. أكيد سبحان الله. تعرفي أحد قريب منك من حافظة القرآن أو من أهل القرآن؟ إيه أخواني كلهم ما شاء الله لا قوة إلا ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. طيب قولي لنا كده عايزة تعيد على مين؟ عايزة أعيد على شبكة المجد وأمي وأبوي وأخواني وأخواتي. الله يبارك لك إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم وكل عام وأنتم بخير. عايزة تقولي حاجة تانية؟ وأنتم بخير بحافي. شكرا لك يا أنفال. شكرا لك. طبعا أنا عارف التعب اللي بتتعبوه علشان توصلوا للمكان وعلشان تصوروا في المكان والمخاطر ساعات اللي بتشوفوها. فأنا عايز أحيي الكرو كله أو الفريق كله بتاع البرنامج سواء منتجين أو مصورين أو مخرج أو كده. فيعني من خلال طبعا برنامجنا النهاردة عايز أعيد عليهم. هم موجودين في ناس موجودة منهم جوه وفي ناس قدامنا دلوقتي على الشاشة شيخ ياسر. عايزين نوجه لهم تحية كبيرة جدا ونقول لهم شكرا وجزاكم الله كل خير ومجهودكم ده. التعب بيروح لكن الأثر هو الذي يبقى. التعب والمجهود بينتهي، التعب بينتهي والأثر هو الذي يبقى.